برو انت، انا بقى انت تعبان خالص. معلم سألنا اياهم. اوكي ابدا السلام عليكم، انا عمر وانا عبد الرحمن مع فيديو جديد من ادلب المدينه، واللي هو $5 اللي هي 150 ليره راح تكفي شخص واحد يوم كامل. امشي شوف. والله الجو برد. اي والله شوف حب تبدا صباحك اكيد فنجان قهوه ديرو. امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سمعت انا وحده قهوه وحده ساده. ما نبيض للضيوف؟ لا بدون، لا بدون مبيض. هي القهوة ما بتنشرب إلا سادة، صباح كيف تشربها حلوة؟ الحلوة للحلوين. Fait très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien, moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les ondes, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sur les mains. طبعا قهوة الإكسبريس هاي أكثر شيء موجود في إدلب. ما في شارع إلا فيه هالسيارة أو هالماكينة. وحقها أقل من ربع دولار. خمس ليرات. J'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bande tout me parle pas de pas années. On n'est pas venu ici. صار وقت الفطور، ومع انه اليوم جمعة فالاكل الاشهر والاطيب يوم الجمعة هي الفول. وإذا قلنا فول فأكيد هنتصلح. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that are told. طلبنا صحن فول وصحن فلافل من مطعم صلح. مطعم صلح من المطاعم المشهورة هون بالمدينة. طبعا هذا المطعم تأسس عام 1905 من أيام دمشق. وإجا لهون افتح، وهذا مطعم فيه شغلة حلوة إنه إذا خلص صحنك ولسه ما شبعت فبتدي له، قول له معلم صلح فبرجع بجيب لك صحن جديد وببلاش. بلش؟ يا رب. بسم الله. شكرا. والفطور كلفنا 40 ليرة، يعني ما يقارب 7 دولار وربع تقريبا. ورجعنا على البيت لنرتاح شوي ونظبط امورنا عشان صلاة الجمعة. Hearing the khutbah, it's a blessing. Now we're standing in the soft and we're praying. Then I greet our kids with assalamu alaikum. Friday is here and it is the best of days. When we go to the masjid and we all pray, there are blessings on this special day. Thank you Allah, thank you for this day. ويا تمشي شوي بالحديقة بلكي بنهضم. الساعة 2:30 تقريبا، لسه معنا 3.5 دولار. فشو رأيك شو سوي هلا؟ لسه اليوم بأوله. ايه فلازم نحلي. بس تحلي، بس صورني الصورة بالأول. خلينا شعبيات حبوش، أشهر محل شعبيات في إدلب. Jumma, Jumma Mubarak. It is Friday, this is the best day. Jumma, Jumma Mubarak. Jumma, Jumma Mubarak. Jumma, Jumma Mubarak. Jumma Mubarak, Jumma Mubarak. Waking up in the morning, got a special Friday. سؤال على السريع، الخمس دولار بتكفينا يوم كامل؟ لا. اوكي ابدا
رح نحاول نحن. يعطيك العافية. السلام عليكم. طبعا خلصنا من عند الحبوش وأكلنا حلو، بس ما رضى إنه ياخذ مصاري، فيعتبر الحلو أكلناه ببلاش، فظلت الحساب 3.5 دولار. Thank you Allah, thank you for this day. Juma, Juma Mubarak, Juma. جينا صلينا صلاة العصر في الجامع الكبير اللي هو يعتبر من أقدم المساجد في إدلب المدينة، اللي صلوا حوالي 800 سنة معمر هذا المسجد. Juma, Juma Mubarak, Juma Mubarak, Juma Mubarak. وجينا على الكورنيش تفتلنا وقعدنا شوي، واللي هو يعتبر المكان اللي بتيجي الناس عليه لحتى تشم هوا وتقعد مع الأصدقاء وتشوي وتستمتع بالطبيعة، وهي هي لحظات الغروب بالكورنيش. جمعة جمعة مبارك، جمعة جمعة مبارك، جمعة جمعة مبارك. It is Friday, this is the best day. جمعة جمعة مبارك، جمعة جمعة مبارك، جمعة جمعة مبارك، جمعة مبارك، جمعة مبارك. دورنا بالكورنيش لنلاقي صحن ذرة، بس ما كنا نلاقي، رجعنا جينا على الحديقة لنشتري صحن الذرة وناكله هون، والصحن هذا حقه 15 ليرة، يعني نص دولار، وهلا عم يأذن، فنخلص صحن على السريع ونقوم نصلي صلاة المغرب. ما بعرف شو ضجة وتطبيل وطبل، ايش هذا الملعب البلدي؟ تروح تحضر مباراة؟ أنا أروح يا زلمة تعبانين. لك أمشي يا زلمة. أنا تعبان ما بدي أروح. روح أنت. أنا بقى أنا تعبان خالص. علام سأسألنا إياهن تكرم عينا، بس تجو تاكلوا شاورما لا تنسوا تقولوا له سأسألنا إياهن هو بدلعكم. Got a special Friday feeling. Getting ready in my best clothes now. My jubba looking crisp, going all out. طبعا لو جيتوا بكير مثلا العصر بتشوفوا السيخ دبل هذا. ببلش الصبح بيكون سيخ 300 كيلو. هلا تقريبا بقي فيه شغل 70 كيلو. وما شاء الله بخلص من هون للمساء. مضطرين نتأخر بالغداء عشان قلنا محل الشاورما قيمرية. في الليل بيكون منظره بلقلق لقلق. دعمونا بالشاورما على العالم. ما شاء الله. جمعة جمعة مبارك، جمعة جمعة مبارك. It is Friday, this is the best day. جمعة جمعة مبارك، جمعة جمعة مبارك، جمعة جمعة مبارك، جمعة مبارك، جمعة مبارك. Friday soon as I'm locked down. Looking fresh with my miswas. Reading Surah Al-Kahf on a Friday. Send someone on the prophet. ولهون بتكون خلصت جولتنا اليوم وبنختمها من عند الساعة، وبين معنا انه قدرنا نعيش اليوم بخمسة دولار، وطبعا حاولنا نختار ما هو أرخص الأشياء ولكن من المتوسطة وتحت لحتى نحاول نمشي اليوم، ما انه تحدينا حالنا هذا التحدي. نحن كشخص واحد بالزول كفت 5 دولار، كيف لكان العائلات؟ ومشان تعرفوا ما كل الناس هون خرجت تصرف 5 دولار باليوم، وان شاء الله يكون في فيديوهات قادمة أجمل وأحلى. دمتم بخير وتذكروا دائما free by my time. I don't need batteries to play. I'm so confident.